الصحة الآن، حيث يجهل الكثير من المصابين بدائي السكري في الجزائر حقوقهم، خاصة فئة الأطفال الذين ترتفع نسب إصابتهم بدائي السكري. مزيد من التفاصيل مع صبرينا أبو عبلة وأسامة حجو. لم يجد غير الرياضة وسيلة للتغلب على مرضه. مصطفى يبلغ من العمر 62 سنة وهو مصاب بالسكري. مصطفى دؤوب على رياضة العدو. كي حكمت السكر خفت الطبيب ديالي يقول لي ما درش الرياضة. عاودت وليت ليه ودقدقت له، قلت له يا طبيب هاسكو الرياضة ممنوعة؟ قال لي لا. تما حسيت روحي بلي ماشي مريض، ومن بعد دخلت في المنافسة قوية. شغل فتح لي باب، أبواب ماشي باب. خلال اليوم العالمي لمرض السكري رافقنا مصطفى في إحدى تدريباته، لقد كانت مثالا للتحدي. وما نديروش كيما نقولوا ترى ماراثون تاع 55 كيلومتر طول قوة جلال، وين تم تحديت المرض كما لازم الحال، لأن الإنسان يجري 5 سوايع و20 دقيقة ماهيش سهلة. وعلى قلت لك أنا اخترت هذه الرياضة هذه باش كما نقولوا نبين للناس باللي هذا المرض ما هو خطير، ما هو كما نقولوا عرقلة ينجم يعيش به الإنسان عادي. كثيرون هم المصابون، لكن جميل أن يرسم كل واحد منهم ظروفا أخرى غير الاستسلام للمرض كي يقبلوا على حياة جديدة عنوانها أمل وتفاؤل.